اعملي حالك وارجعي لورا. بقص ايدي اذا بتنجحي. وانت بيطلع منك اكثر وهيك ما بتذكر. كان ياكل السكره ويعطينا القشور. ولا ما عم بتذكرها، صار لي زمان. اوقف على الصبوره. نقلع برات الصفر وتفرجيني وشه. كاكي شاطر على القوه، هيك تعب مدرسه ولا صوت ولا كلمه. قال لي نور على نور. سيذكرني قومي من بعدي. انه طلعت فيني وقالت لي رفيقتي انه بيسوى تقلك ذهب. اكثر عباره قال لك اياها استاذك بالمدرسه ولهلا مأثرة فيك؟ نقلع برات الصفر وتفرجيني وشه. ليش كان لك هيك؟ لان دائما نايم. بقص ايدي اذا بتنجحي. الحمد لله نجحت ومشي الحال. نسيتي اساتذتك ومدرستك؟ ذكرى حدا، كان في استاذ يقول لي ما بعرف هيك يعني من باب المزح يعني يا منغوليه. يعني قصاص مش توكه. فدائما اتعاقب. ليش كنت تتعاقب؟ وكه يعني حرك كل شيء هواي، لو يطردوني برا صف لو اوقف وارفع رجلي. شو قالوا لي؟ انه كثير انت هاديه. يعني اسمك على اسم على مسمى، انه اسمي هدى وهاديه. ايه لهلا ما بنساها. بتذكر جمله خطرت على بالي استاذ الاجتماعيات، كان كبير بالعمر، كان بيقول للطلاب انه انتم رح تصيروا مثل تهاني يوما ما. هيك بس كان يقول لي يا صفدي قوم شوي العباره اللي والله ما بعرفها يلي بكم بس تصفون مثل الجدبه. بالهادي عشر كانت آنستنا العربي اني ارى رؤوسا اينعت فحانت قطافها، يعني انه راسبين كثير بماده العربي. انه طلعت فيني وقالت لي رفيقتي انه بيسوى تقلك ذهب. وانا كنت توب يعني، فانه حسيت انه سفتني. ايه فبعدني لحد هلا بعاني بصراحه من هذا الموضوع. العباره اللي كانت تقول لي اياها آنستي انه انا خطي كثير حلو وكتابتي بالتعبير احلى. شو بتقولي له لأستاذك بعد ما قال لك انه ما بتنجحي ونجحتي؟ نجحت. والله الله يخلينا يا علمني كثير فهمني. بقول له عن جد انه فعلا انت مثل ما انت، والله يخليك وين ما كنت. رباني يعني التربيه صحيحه كانت. انا كثير كثير بحترمه وكثير مشتاقه له وحابه اشوفه، هو ساكن بلاديه وما بعرف عنه شيء. وكثر خيره وين ما كانت. انه بحترمه كثير وكانت كثير مشجعه هي الجمله.